السلام عليكم، ازيكم سنة تالتة؟ عاملين ايه؟ ربكم بخير. معاكم يوسف محمد في الرابعة. هنشرح النهاردة مع بعض محاضرة السيكشوال ترانسميتد ديزيز، المحاضرة رقم 21. أول حاجة ناخد ايه في المحاضرة ديت؟ هناخد السيكشوال ترانسميتد ديزيز، التعريف بتاعها، المود اوف ترانسميشن ايه، تتنقل ازاي، البريفنشن والكنترول ازاي نمنعها وازاي نتحكم فيها لما بيبقى عندنا حالات عندها امراض بتتنقل بالسيكشوال كونتاكت. بعد كده هنبدأ نتكلم على مرض الايدز، وهو يعني اكبر حاجة في المحاضرة بتاعتنا. اول حاجة، التعريف بتاع السيكشوال ترانسميتد ديزيز هو عبارة عن مجموعة من الديزيز اللي بتنتقل عن طريق السيكشوال كونتاكت. وقال لك ان السيكشوال كونتاكت هو يعتبر طريقة النقل الوحيدة او الاكتر، الاونلي او الاكتر، او هو حتى البرايمري المود اوف ترانسميشن. فعشان كده التعريف بتاعنا هو بيوصف المود اوف ترانسميشن، مش بيوصف حاجة تانية او اكتر من السايت اوف انفكشن. تمام. يبقى دلوقتي احنا اول حاجة هو مجموعة من الديزيز اللي بتتنقل عن طريق السيكشوال كونتاكت، او هي مثلا لو جينا نقول امثلة زي السيفلس وزي زي الايدز وزي الحاجات دي، هتلاقي انها مش بتتنقل بالسيكشوال كونتاكت، ولكن الاكتر حاجه مود ترانسميشن فيها هو الايه، هو السيكشوال كونتاكت. تمام. مثلا برضو الحاجات البكتيريا زي الجونوريا اللي بتتنقل عن طريق الايه، السيكشوال كونتاكت. تمام. تاني حاجه هناخد المود اوف ترانسميشن. قال لك السيكشوال ترانسميتد ديزيز بتتنقل عن طريق اهم حاجه طبعا واكبر حاجه بتتنقل بيها هو الايه، السيكشوال انتر كورس، وهو يعني عنوان المحاضره بتاعتنا النهارده. الفاجينال والاو وال بالطرق الثلاثه، يعني الفاجينال والانال والايه والاورال. ممكن برضو تتنقل عن طريق البلاد تو بلاد كونتاكت، وعن طريق مثلا الشيرنج نيدلز، زي مثلا الناس المساجين والناس اللي هم بياخدوا دراجز بيستخدموا اكتر من اكتر، يعني كذا فرد بيستخدم نفس النيدل، لو واحد عندهم هينقل للباقي بقى. شيرنج نيدل اور اذر دراج يوز اكويبمنت. تمام. برضو التاتو والبادي بيرسنج، لو اللي هو اللي بيعمل بيرسنج ده مثلا كان في الاداه اللي بتعمل بيرسنج دخلت في جسم الانسان وعملت الايه، الانفكشن دي تاتو اور بادي ايه، اور بادي بيرسنج. الانفكتد ماذر تو هير بيبي، برضو لو واحدة مثلا عندها ايدز، الايدز بيتنقل عن طريق الفاجينا، في الفاجينال سكريشن، فبالتالي الولد ده لو اتولد طبيعي فهيجي له الايه، الانفكشن. يبقى ده تاني عندنا المود اوف ترانسميشن. اول حاجة كانت السيكشوال انتر كورس، طبعا ديت الاهم، والبلاد تو بلاد كونتاكت، وكمان الشيرنج نيدل زي ما قلنا، المساجين والناس اللي بياخدوا دراجز، والنيدلز اللي بتتضرب في كذا شخص، في كذا شخص واحده بس، نيدل واحده، والتاتو، التاتو والبادي ايه، البادي بيرسينج. انفكتد ماذر تو هير بيبي. بعد كده هناخد البريفنشن بتاع السيكشوال ترانسميتد ديزيز. البريفنشن دوت يعني قبل نحاول نقلل المرض ده ونحاول نمنعه اصلا ما يبقاش موجود. تمام. اما الكنترول اللي هو المرض بقى خلاص موجود عندنا، فبالتالي هنبدا نتصرف مع الحاله ونتصرف مع الكونتاكت ونتصرف مع المجتمع عموما. يعني المهم يعني اللي دلوقتي البريفنشن، ان احنا عايزين نمنع السيكشوال ترانسميتد ديزيز عن طريق ايه بقى؟ عن طريق نشر الوعي. عن طريق مين؟ نشر الوعي وزياده التسهيلات. فدلوقتي اول حاجه في السوشيال سبورت، اول حاجه ان الدخل يبقى كبير، ما يخليش الناس تلجا مثلا للدراجز او السيكشوال كونتاكت اللي هو مثلا الحرام، فنزود لهم الريليجيوس جايدنس اللي هو ايه، الوعي الديني والوعي المجتمعي. تمام. الوعي الديني والوعي المجتمعي ان الحاجات ديت غلط. تمام. دلوقتي احنا اول حاجه عملناها زودنا الدخل، تاني حاجه زودنا الريليجيوس ايه، الريليجيوس جايدنس، تالت حاجه ان الناس السايكولوجيكال بيهيفير بتاعها بقى كويس، بالتالي احنا نعرفهم المورالز اللي هو الاخلاق الكويسه. الاخلاق الكويسه نزود الوعي ايه بيها، ده المينتال هيلث او السايكولوجيكال هيلث، او حتى الساوند ايه، مورالز، الاخلاق الكويسه. احنا قلنا برضو ان الفاسيلتيز فور مارياج، ان هو تسهيلات الزواج بتحد من اثر السيكشوال ترانسميتد ايه، ديزيز. بعد كده اهم حاجه او اهم نقطه فيهم هو حته البري ماريتال كونسلنج. البري ماريتال كونسلنج بتتكرر على مستوى المحاضره اكتر من مره، ان احنا عندنا بري ماريتال كونسلنج ديت لازم الدكتور قبل مثلا ان الزوجين يتعرضوا قبل الزواج للفحوصات الطبيه اللازمه، عشان نعرف لو كان اي حد فيهم عنده انفكشن ينقلها للطرف الثاني ولا لا.
تمام. طب يبقى ده البري ماريتال كونسلنج وسوشيو ايكونوميك ايه سبورت. يبقى احنا دلوقتي عملنا اول سبورت اللي هو السوشيال سبورت، ان احنا زودنا الانكم، بعد كده زودنا الوعي بالريليجيوس جايدنس والسوشيال جايدنس، بعد كده المينتال هيلث ايه بروموشن، وعرفناهم الاخلاق الكويسه مورال وسايكولوجيكال بيهيفير يبقى كويس. تمام تمام بعد كده قلنا تسهيلات الزواج وبري ماريتال ايه البري ماريتال كونسلنج. بعد كده خدنا الايه، هناخد الفيزيكال ايه هيلث. الفيزيكال هيلث دوت يعني نعرف الناس المود اوف ترانسميشن او السيكشوال ترانسميشن ديزيز دي بتتنقل ازاي، نعرفهم المانيفستيشن يعني اول ما يظهر اعراض ايه عليهم يبداوا يروحوا للدكتور، ونعرفهم القيمه بتاعت ان هو يروح بدري اول ما يظهر الاعراض، يبقى الفاليو اوف سيكينج الميديكال كير. يعني الميديكال كير طبعا عندنا في المجتمع المصري هي تعتبر رفاهيه، مش اي حاجه تروح للدكتور، لا احنا لازم نعرفهم باول مثلا الاعراض اول ما تظهر عليك تروح للدكتور حالا، فاليو اوف سيكينج ميديكال ايه ميديكال كير. تمام تمام بقول لك البريفنشن، البريفنشن اوف كونجينيتال مين، البريفنشن اوف كونجينيتال انفكشن. ازاي بقى؟ احنا قلنا برضو ان احنا نعمل بري ماريتال وبري نيتال يوزنج السيرولوجيكال تيست فور دايجنوز اند تريتمنت، يعني قبل الزواج وقبل الولاده ماشي نبدا نعمل السيرولوجيكال تيست اللي هو الفحوصات الطبيه اللازمه ان احنا نعرف ان كان الست الحامل اللي هي البريجننت فيميل دي عندها انفكشن ولا لا، عندها مرض يقدر يتنقل لزوجها مثلا، ده اللي هنعمله قبل الجواز، ويتنقل مثلا للطفل بعد الايه بعد الولاده. يعني احنا قلنا مثلا ان الايدز اللي بيتنقل عن طريق الفاجينال سكريشن نقدر نمنعه، نقدر نمنعه انها ما تولدش طبيعي. احنا دلوقتي هنولدها ساعتها سيسيريان سيكشن، تمام، ناخد السيسيريان سيكشن ونولدها بالايه بالولاده القيصري، يبقى ده اسمه ايه بري نيتال يوزنج فور يوزنج سيرولوجيكال تيست عشان نعرف ان كان عندها انفكشن تقدر تنقلها لايه للاولاد ولا لا. تمام طب بعد كده هنعمل له مثلا سبيسيفيك بريفنشن. السبيسيفيك بريفنشن دوت قال لك بحاجتين اتنين، الفاكسينات، الفاكسينات اللي هو مثلا بعد ايه بعد الولاده، لو هي مثلا ولدت وما كانتش عارفه انها عندها ايدز مثلا، و فهو ساعتها الولد ده هيبدا ياخد ايه فاكسينات ك ك ك ك كيمبوفلاكسز، يعني حتى لو احنا ما نعرفش هو اتنقل له الايدز ولا لا. تمام تمام بعد كده عندنا الايه اللي بيقول لك البنسلين برضو كيصطدم كيمبو فراكسس دي سيفلس. لو مثلا جالك عيان كان عمل سيكشوال كونتاكت مع مريض سيفلس، فانت على ما تعرف هو انفكتد ولا لا فانت هتدي له ايه البنسلين كيمو بروفلاكسس، ده اسمه ايه ده اسمه الفيزيكال هيلث. تمام تمام بعد كده هناخد الكنترول بتاع السيكشوال ترانسميتد ديزيز. فاحنا دلوقتي الكنترول ده هيشمل ثلاث حاجات، الكيس اللي هي اصلا عندها الديزيز اللي هو والبارتنر بتاعها، وكمان الابيديميولوجيكال ايه ميجر، الابيديميولوجيكال مين ميجر. الكنترول اوف كيس احنا دلوقتي هنعمل كنترول الكيس، يعني دلوقتي الحاله اول حاجه هنشخصها، هنشخصها ازاي؟ عن طريق الايه الاكزامينيشن. طب الاكزامينيشن ده الايه؟ قال لك البري ماريتال برضه اكزامينيشن والبري نيتال اكزامينيشن والاكزامينيشن للتشيل، لازم نعمل لهم الفحوصات الكامله نعرف ان كان عندهم انفكشن ولا لا قبل ما نتكلم على ايه على اي كيس، لازم نعمل لها ايه نعمل لها اكزامينيشن. طب الاكزامينيشن دي شامله ايه؟ البري ماريتال اكزامينيشن والبري نيتال وكمان الاكزامينيشن للتشيل بعد ما يتولد. تمام تمام طب نبدا نعمل فحوصات وابحاث على نشوف البريفيلنس والانتشار بتاع المرض دوت بقى قد ايه. تمام يبقى سيرفي استادي نعرف البريفيلنس والايكولوجيكال فيتشر بتاع السيكشوال ترانسميتد ديزيز، ونشوف الخدمه المقدمه مثلا من الصحه في البلد ديت قد ايه، عامله يعني النتائج بتاعتها قد ايه. تمام نعمل تقييم للكلينيكال ايه كلينيكال سيرفيس. تمام تمام هي كده بنعمل سكريننج، سكريننج للبريجننت فيميل عن طريق حاجتين اتنين ايه هم بقى او هنعرفه في السلايد الجاي. البريجننت فيميل بنعمل لها سكريننج اللي هو برضه البرينيتال والبرينيتال اكزامينيشن عشان نشوف ان كان في كونجينيتال انفكشن يتنقل للتشيلد ولا لا، قلنا برضه الارمي والبريزونر عشان اللي هو النيدلز والدراجز والكلام ده كله. تمام تمام بعد كده نتكلم على السكريننج بتاع بريجننت وومن عن طريق ان هو ناخد عينه من الامنيتك فلويد فاسمها امينيوسنتيسيز، او ان احنا بنعمل حاجه اسمها كورد بلاد سامبلنج بالايه بالالترا ساوند للايه للفيتوس. تمام تمام
بيقول لك ان يعني الزوجه اللي عشان الهيلثير بيبي، البيبي المولود يبقى كويس، فهي لازم تسال الدكتور عن الايه السيكشوال ترانسميتد ديزيز ايه تيستنج، لازم تعمل الفحوصات اللازمه عشان ايه تمنع السيكشوال ترانسميتد ايه ديزيز. يبقى ده تاني، ده اول حاجه كانت مين، كانت في الايه في الكيس ان احنا نعمل لها فايندنج، ونعمل اكزامينيشن بري ماريتال وبري نيتال، وكمان اكزامينيشن للتشيلد، نعمل فحوصات وابحاث على مستوى كبير، في مثلا عشان نعرف المستوى الكلينيكال سيرفيس، ونعرف مدى انتشار هذه الامراض. سكريننج للبريجننت فيميل عن طريق حاجتين اتنين، الامينيو سنتيسز، وكمان الكورد بلاد سامبلنج الالترا ساوند للتشيلد، عشان نشوف اي كونجنتال انفيكشن. برضه نعمل سكريننج ليه على مستوى البريزونرز والارمي، ان هم الناس ديت ممكن يتنقل ايه الامراض بسهوله ما بينهم. بعد كده الكنترول اوف كيس، احنا دلوقتي احنا عملنا لها نوتيفيكيشن، اللي هو برضو اللي هو هو الدياجنوز او الفايندنج بتاعها عن طريق الاكزامينيشن اللي احنا عملناه في السلايدين اللي فاتوا. نبدا بقى هنعالج بايه؟ قال لك هنعالج مثلا ببنسلين ان بيج دوز، مثلا لو كان عندها ايه سيفلس. قال لك الانتي ريترو فايرال دراج بيستخدموا في علاج مين؟ في علاج الايدز، ماشي. البنسلين ان بيج دوز بيستخدم في علاج السيفلس، والانتي ريترو فايرال دراج بيستخدموا في علاج مين؟ الايدز. انترو ريترو فايرال دراجز ديت كمثال، يعني اللي هو الايه النافيرابين، هنقولهم في اخر ايه في اخر كام سلايد في التريتمنت بتاع مين، بتاع الايدز. نعرف الناس هيلث اديوكيشن للايه للكيس، ازاي يتعاملوا مع المرض دوت والاحتياطات اللازمه عشان نمنع الانتقال بتاع المرض لناس اكبر. السايكولوجيكال والسوشيال سبورت، لازم نعرفهم مثلا ان احنا ندعمهم ومش مهملينهم، الدوله مش تهمل الناس ديت. بعد كده كل فتره لازم نعمل لهم ري اكزامينيشن عشان نعرف ان هم خفوا من ايه المرض دوت، وبالتالي يمنعوا الترانسميشن ايه بتاعه. تمام. بكنترول اوف كيس عامه، دلوقتي احنا قلنا الاكزامينيشن الاول اللي هو كنوتيفيكيشن، ونعرف نحدد ايه الحاله ديت مصابه ولا لا. بعد كده التريتمنت اوف كيسز، قلنا البنسيلين ان بيج دوز للسيفلس، والانتي ريتروفايرال دراجز للايدز. الهيلث اديوكيشن، هيلث اديوكيشن اوف مين للكيسز، ان هم ازاي يتعاملوا مع المرض دوت وازاي يحدوا من انتقاله لناس اكبر. سايكولوجيكال والسوشيال سبورت، ان هم الدوله تساندهم، والناس عامه لما تشوفهم مثلا مش يسخروا منهم والكلام ده كله، فبالتالي ده بيعمل لهم سايكولوجيكال وسوشيال سبورت. والري اكزامينيشن تو كونفيرم ايه الكيور، كل فتره لازم يعمل الفحوصات كمان مره عشان يتاكد ان المرض ده ما بقاش موجود ايه عنده. بيقول لك الكونتاكت بقى، يعني نعمل لهم ايه دلوقتي، كان في حد عمل سيكشوال كونتاكت مع حد تاني، فبالتالي احنا خلاص شخصنا الحاله، ودلوقتي احنا داخلين على الكونتاكت اللي هو كان بيعمل سيكشوال كونتاكت معاهم. الاكزامينيشن لازم نعمل لهم اكزامينيشن بقى للسيكشوال ايه بارتنر اوف ايه دايجنوزد كيس، لازم نعمل لهم الفحوصات اللازمه نتاكد ان هو اتنقل المرض ولا ما اتنقلوش، عشان لو اتنقل المرض يبقى كيس نبدا نتكلم عليه، او لو هو ما اتنقلوش يبقى ساعتها ايه او ما ظهرش الفحوصات ما اثبتتش ان هو عنده، فبالتالي بس نعمل له كيمو بروفلاكسيس وخلاص. تمام. طب المجتمع بقى ايه ده يعمل لنا ايه؟ المجتمع اللي هو الابيديميولوجيك ميجر على مستوى المجتمع كله، احنا دلوقتي بنعمل تريسنج اللي هو الايدنتيفيكيشن للناس اللي عندها الديزيز دوت، بعد كده نبدا نعمل لهم تريتمنت عادي جدا، واكزامينيشن كل فتره عشان نتاكد ان هم خفوا ولا ما خفوش، ونعمل لهم هيلث اديوكيشن ونشر الوعي على بالسيكشوال ترانسميتد ايه ديزيز. تمام. ويبقى احنا كده خلصنا كلامنا عن السكشوال ترانسميتد ديزيز، ولكن ايه هنبدا نعيدهم كلهم كده ايه مره واحده، ونفتكر الكلام اللي احنا ايه قلناه. احنا قلنا اول حاجه في الديفينيشن التعريف بتاعها انها عباره عن مجموعه من الامراض بتتنقل عن طريق مين؟ السكشوال ايه؟ السكشوال كونتاكت. تمام. وهو قال لك ان هي في التعريف بتاعها ان هو بيعبر عن المود اوف ترانسميشن، مش بيعبر عن الايه؟ المكان بتاع الانفكشن. بعد كده قلنا المود اوف ترانسميشن، وقلت له اهم مود اوف ترانسميشن في عندنا، لان الامراض دي ممكن تتنقل بطرق ثانيه، ولكن الطريقه الاهم هو بالنسبه لها هو ايه؟ هو السيكشوال انتر كورس، عن طريق الطرق الثلاثه فاجينال والانال والاورال. قال لك ممكن يتنقل عن طريق بلاد تو بلاد كونتاكت والشيرنج نيدلز، اللي هو كذا حد ممكن ايه يستخدم نفس النيدل، فبتنقل لو حد فيهم عنده مرض هيتنقل للي بعده. التاتو والبادي بيرسنج وانفكتد ماذر تو هير ايه تو هير بيبي.
بعد كده البريفنشن اوف سيكشوال ترانسميتد قلنا احنا هنعمل ايه، فيزيكال وسوشيال. قلنا ان السوشيال سبورت لازم نزود الدخل، لازم الناس ديت نعرفها الوعي الديني، زياده الوعي الديني والسايكولوجيكال بيهيفيور، ونعمل لهم منتال هيلث بروموشن، نعرفهم الاخلاق الكويسه. وكمان نسهل الزواج، فاصيله فور مارياج، وبري مارتال، مين بري مارتال كونسلنج، ان هم لازم نعرف عشان نبدا يعني نحد من الكونجينيتال ايه انفكشن، لازم نعرف اذا كانت الراجل والست دول عندهم امراض ولا لا، ينقلوها لبعض او ينقلوها للايه للطفل. الفيزيكال هيلث، الفيزيكال هيلث يعني نعرف بقى نعرف الناس لمده ترانسميشن وكمان الاعراض، ونزود اهميه ان الناس دي تروح للدكتور او ما تحس باي اعراض مختلفه. يعني البريفنشن اوف كونجنتال انفكشن باي ان احنا نعمل برضو اكزامينيشن قبل الزواج وقبل الولاده، البري ماريتال والبري نيتال يوزنج سيرولوجيكال تيست، عشان نعرف ايه الانفكشن اللي عندهم ديت عباره عن ايه. لو ما عندهمش يبقى خلاص سبيسيفيك بريفنشن. قلت لك ان السيفلس بنعمل كيمو بروفلاكسس للكونتاكت للناس ان هم كان عاملين كونتاكت مع ناس عندهم ديزيز للسيفلس، فاحنا ساعتها بنديهم كيمو بروفلاكسس بالايه بالبنسلين، او الناس اللي عندهم او واحده مثلا بريجننت وولدت ما هي ما كانتش تعرف عندها ايه ايدز، فبالتالي ندي للتشيلد ده ايه ده فاكسين. بعد كده كنترول اوف سيكشوال ترانسميتد ديزيز، فاحنا قلنا لو هنتحكم بقى ويعني هنبدا بقى نتكلم على الكيس والبارتنر والايه والحاجات اللي يقدر يعملها ايه المجتمع. الكنترول اوف كيس، فقلنا ان الكيس فايندنج اول حاجه كده نعملها فايندنج او نعملها نبدا نحددها، يعني نوتيفيكيشن. النوتيفيكيشن ديت يعني نخبرهم ان هم عندهم المرض ده بايه بالاكزامينيشن، فاحنا بالتالي ميديكال اكزامينيشن برضو بري ماتا وبري نيتال واكزامينيشن للتشيلد لما يتولد. سيرفي ستادي بحوثات عشان نقدر نشوف الكلينيكال سيرفيس ديت قايمه بدورها ولا لا، نعرف مدى انتشار ايه الامراض دي. السكريننج للبريجننت فيميل وكمان الناس اللي هم في السجن البريزونر وكمان الايه الارمي. قال لك ان السكريننج للبريجننت فيميل بتبقى عن طريق حاجتين اتنين، امينوسنتيسز احنا خدنا عينه من الامينوتيك فلويد، او كورد بلاد سامبلنج للتشيلد للفيتس وهو جوه بالايه بالالترا ساوند. في فور هيلثير بيبي قلت لك ان الزوجه لازم تسال عن السيكشوال ترانسميتد ديزيز تيستنج، هي تعمل ايه عشان تعرف هي عندها انفكشن ولا لا. فعشان نتحكم في الكيس احنا اول حاجه النوتيفيكيشن نخبرها انها عندها المرض دوت، بعد كده نبدا ايه نعالجها. لو هي عندها السيفلس، لو هي عندها السيفلس فبنعالجها بالبنسلين بيج دوز، لو هي عندها الايدز بنعالجها بالانتي ريتروفايرال دراجز زي النيفرابي. نعمل هيلث اديوكيشن للكيسز ازاي يتعاملوا مع المرض اللي عندهم، ونعرفهم ان هم يحدوا من انتشار هذا ايه المرض. السايكولوجيكال والسوشيال سبورت، ان المجتمع يدعمهم والناس اللي حواليهم تدعمهم، فيبقى عندهم سايكولوجيكال ايه سبورت. ري اكزامينيشن، ري اكزامينيشن تو كونفيرم الايه الكيور، نبدا نعمل لهم ري اكزامينيشن كل فتره عشان نتاكد ان هم بيخفوا من المرض ده. تمام. طب الكونتاكت بتاع الناس اللي هم عندهم المرض ده هنبدا نعمل لهم ايه؟ هنعمل لهم الفحوصات اللازمه برضه عشان نشوف المرض اتنقل لهم ولا لا. المجتمع يعمل ايه؟ هيعمل برضه فحوصات اللي هو السكريننج على مستوى اكبر مستوى ابعد، يعمل تريسنج اللي هو الايدنتيفيكيشن، نعرف الناس دي الناس اللي عندها المرض دوت نبدا نعالجهم، نعمل لهم اكزامينيشن كل فتره عشان نتاكد ان هم خفوا، ونعمل هيلث اديوكيشن عشان نقلل من انتشار المرض دوت. هناخد بقى اهم مرض بيتنقل بالسيكشوال ترانسميتد ديزيز، وهو المرض الاهم في المحاضره عندنا، هو مرض الايه الاكس الاكوايرد اميون ديفيشنسي سندروم. واللي هي ليه سندروم؟ هي مجموعه من الاعراض بتظهر لما الفيروس اللي هو الاميون ديفيشنسي فيروس ده بيصيب مين؟ بيصيب الاميون سيستم، فبالتالي المناعه تبقى ضعيفه، يبقى معرض لانفكشنز كتير، وفي النهايه لما بيصيب الاميون سيستم بعدها بيصيب مين؟ الاورجان سيستم الباقيه، وبالتالي في النهايه الراجل ده بيموت. تمام؟ ايفينشوالي فتل. كان اول حاجه معانا اللي هو ايه الاميون ديفيشنسي سندروم، ايه التعريف بتاعه. بعد كده خدنا او هناخد يعني الايه يقول لك ان منظمه الصحه العالميه قالت ان 37.7 مليون في العالم عندهم الايه عندهم الايدز، واختاروا يوم 1 ديسمبر هو يبقى ايه اليوم العالمي للايدز. كلام ايه ملوش اي ستيل لازمه. طب ايه هو الاتش اي في؟ الاتش اي في بقى هو فيروس، الفيروس ده بيعمل ايه بقى عشان يصيب الجهاز المناعي؟ هو بيأتاك الخلايا اللي بتساعد في محاربه الايه الانفكشن اللي بتصيب الايه الجسم بتاعنا. والمعلومه اللي هو بتاعت نو كيور، طبعا الايدز مش بيتعالج، ولكن احنا بندي ميديسين اللي هو دراجز يعني عشان ايه عشان يخلي المريض يقدر يمشي حياته يعني. تمام.
تساعد على تحسين الصحة بتاعته بس. أما هو في الآخر إيه، مش هيخف، هو في الآخر إيه، هيموت. تمام. ال acquired immune deficiency syndrome قال لك إن الهيومن immune deficiency virus اللي هو ال HIV، إن الفيروس دوت ريترو فيروس. طب يعني إيه ريترو فيروس؟ ريترو فيروس يعني إن الفيروس ده بيبقى عنده ار ان اي. الار ان اي ده لما بيخش الخليه اللي هي مثلا الخليه اللي هي التي هيلبر سيل دي، لما الفيروس ده بيخشها بيقوم متحول الى ايه، الى دي ان اي. تمام. يعني هو بيتحول من ار ان اي الى دي ان اي، وبيعمل ايه، بيندمج مع الدي ان اي بتاع الخليه. فبالتالي الدي ان اي بتاع الخليه ده لما بيجي تضاعف، ماشي، بتضاعف، وايه، الدي ان اي بتاع الفيروس بيبقى موجود فيه. فبالتالي لما بيتكاثر بيبقى ايه، خلاص كده الخلايا انفكتد او حصل لها انفيجن بالايه، بالفيروس ده. تمام. يبقى الهيومن اميون ديفيشنسي فيروس هو ايه، هو ريترو فيروس اللي بيأثر على التي هيلبر سيل، ماشي. طب ايه اصلا وظيفه التي هيلبر سيل؟ هي بتعمل استيميوليشن للبيتا للبي ليمفوسايت للايه، عشان تكون لي انتي بودز. فبالتالي الانتي بودز كده مش ايه، مش هتتكون. طيب الاسترينز قال لك ان احنا عندنا دلوقتي 2 سترينز للاتش اي في ده. فقال لك ان اتش اي في واحد ده متوطن في حوالين العالم اكروس ذا وورلد، ولكن في خاص بافريقيا بقى اللي اتش اي في 2 ده بيبقى مور بروميننت ان ايه، ان افريكا. تمام. ده ايه، ده الايدز اكوايرد اميون ديفيشنسي ايه سندروم. وديت كانت تالت او رابع سلايد معانا في المرض ده. مين بقى اللي بينقل المرض ده؟ اللي هو الريزرفوار الايه، المان بيعمل ككيس وكانكيوباتوري. من ساعه الانفكشن ما تخش جسم الانسان، ماشي، وتقعد الانكيوبيشن بيريود بتاعها اللي هو من حوالي 6 شهور ل 10 سنين، طول الفتره ديت الراجل ده عمال يهدي في ناس، واصلا مش ظاهر عليه اي اعراض. هو اي كارير من 6 شهور لحد 10 سنين لحد ما يظهر عليه الايه، الاعراض. واول ما يبقى كيس، اول ما يبقى كيس، الكيس دي مش هتخف. احنا دوبك هنديها الميديسن عشان ايه، نزود فيه معدل او نزود فيه سنين الايه، سنين الحياه على قد ايه، على قد ما نقدر. تمام. يبقى هو يا اما كيس يا اما كارير ويز ليتنت انفكشن. طب الايدز ده او الايدز فيروس ده بيخرج فين؟ قال لك طبعا في البلد، في معظم الحاجات اللي بتخرج من جسمنا، البلد، سيمن، فاجينال سكريشن، ريكتال ايه، ريكتال فلويدز، والبريست ميلك. ده كله بيخرج في مين؟ في الفيروس ده. فبالتالي الام مثلا تنقله لابنها، يعني للتشيلد عن طريق بريست ميلك. اثناء السيكشوال كونتاكت بالريكتال فلويدز والفاجينال سكريشن والسيمن والبلد، ده كله بيتنقل بيه مين؟ بيتنقل بيه الايدز. طب البيريد اوف انفكتيفيتي من اول الانفكشن، من ساعه ما جسمك يخش لحد ما تموت، لحد ما ايه؟ لحد ما تموت. الانكيوبيشن بيريود من 6 شهور ل 10 سنين كاطول انكيوبيشن بيريود في الطب. يعني فيروس بيستخبى فين بقى طول المده دي؟ بيستخبى في الدبليو بي سيز اللي هو والايه والتي هيلبر اللي هو بيأثر عليها يعني. تمام. بعد كده المود اوف ترانسميشن بقى هنشوف برضو الحاجات اللي هو بيخرج فيها. فهيبقى هي ايه المود اوف ترانسميشن؟ قلنا بقى ايه، البلد، قلنا البريست ميلك والبريجنسي، السيكشوال كونتاكت، قلنا لك الانال سيكس والفاجينال سيكريشن واسمه ايه، والريكتال فلويد، الانفكتد بلد، قلناها الكيسنج. قال لك الكيسنج بقى يعني ينقل الايدز؟ قال لك الكيسنج لوحده لا، الا اذا كان في حاجه بتنزف اللي هو سورز اور بليدنج ايه، اور بليدنج جامز، اللي هو ساعتها بقى هيبقى عن طريق بلد. يعني ايه، مش كيسنج اللي هو بالمعنى الاساسي بتاعها. تمام. نوت ثرو ايه، نوت ثرو سلايفا. فقال لك ده انا يعني عرفت معلومه ان هو بيحتاج حوالي 7 لتر سلايفا عشان يتنقل المرض ده. تمام. قلنا البريست فيدنج برضه، لان هو بيخرج في مين؟ بيخرج في الملك. تمام. ده ايه، ده الايه، ده المود اوف ترانسميشن. تمام. طب بيتنقل بقى، احنا يعني مريض الايدز دوت لو هو مثلا قاعد في بيت مع حد، في ريسك على البتاع، على البارتنر بتاعه، غير السيكشوال كونتاكت والبلد والبريست فيدنج بقى لو هو مثلا للطفل والكلام ده كله. قال لك لا، يعني هو ما بيتنقلش بالدروبلت ولا انهاليشن. انت واقف قدام واحد مثلا كح قدام عنده ايدز، كح قدامك مثلا وخرج منه دروبلت اور انهاليشن، ده ما يتنقلش. الفيكتور بورن والبلاد ساكنج انسكت، ده الكلام برضه ده ما ينقلوش. الهاجنج والتشيكنج هاند اللي هو الاحضان والسلام والتواليت والديشز والاطباق والاكويبمنت، ماشي، والتواليت برضه قالها تاني، واليوتنسلز اللي هو مثلا اللي هي الاواني والحلل والكلام ده كله، الكلام ده ما ينقلوش. فهو بالتالي نو ترانسميشن. لو انت مثلا قاعد معاك في الشغل واحد عنده اتش اي في بوزيتيف، فبالتالي بيقول لك ان هو ايه، نو ريسك. تمام. الا بقى طبعا لو حصل سيكشوال كونتاكت او حصل ايه، تشيرنج نيدل والكلام ده كله. تمام.
بيقول لك ايه؟ بيقول لك طب مين بقى هم الريسك جروب؟ الميل هوموسوكشوال اللي هم الناس الشواذ، الاي في دراج ابيوزر قلت لك هم بيستخدموا يعني كذا حد بيستخدم النيدل ورا بعضها، السيكشوال كونتاكت مع انفكتد بيرسون، واحد اصلا عنده ايدز وحصل سيكشوال كونتاكت معاه، الناس اللي الهيموفيليا بينزفوا كتير فبالتالي بيبقوا معرضين اكتر لنقل الدم، وبالتالي اي نقل دم ببلاد ترانسفيوجن ممكن ينقل الايه الايدز دوت، البيشنت اللي هم عندهم غسيل كلى الهيمو ايه الهيموداياليسز، ده كله ايه؟ ده كله الريسك جروب بتاع الايه مرضى الايدز. تمام. الكلينيكال بيكتشر، هناخد بقى الكلينيكال بيكتشر بتاعت مين؟ بتاعت مريض الايدز دوت. قال لك الانيشال ستيج او بدايه ظهور المرض دوت، انه بتظهر في شكل ايه؟ انفلونزا لايك بيكتشر مثلا بعد 2 أو 3 شهر من الايه؟ من الانفكشن. ده اللي بيبدا في شكل انفلونزا، الانفلونزا بيبقى معاها حاجه اسمها ايدز ريليتد كومبلكس، ايدز ريليتد كومبلكس ده بيعمل لي 4 5 حاجات كده برضو شبه ايه؟ شبه الانفلونزا، يعني اي دكتور هيبقى مس دايجنوزس بتاعه ايه؟ ان هو انفلونزا لايك بيكتشر، فيعالجه ان هو انفلونزا والراجل ده يخف ويجي له بعد فتره كمان ان هو جاله انفلونزا تاني. تمام؟ تمام. اللو جريد فيفر يعني يجي له فيفر ولكن مثلا 39، فاتيج اند ايه؟ ويت لوس، جنرالايزد ليمفادينايتس، الدايريا، ريسبيراتوري انفكشن، والانيشال سيمتوم بتظهر في خلال من 2 ايه ل 4 ويكس او اوف انفكشن. تمام. ده ايه الانيشال ستيج بتاعتنا الانفلونزا لايك ايه؟ انفلونزا لايك بيجيتش. يقول لك ان المناعه بتبقى ضعيفه فبالتالي بيبدا يظهر عليه امراض الاميون ديسفانكشن، فهو بالتالي لو هو كان عنده تي بي برضه موجوده في جسمه بس مش ظاهر عليه اعراض يبدا يظهر بسبب الايه؟ الاميون ديسفانكشن، يبدا يظهر ايه؟ اعراض التي بي، اعراض نيورولوجيكال، اعراض اوتو اميون، وممكن يقلب بمالجنسي. اهم مالجنسي هو ايه؟ كابوسي ساركوما والليمفوما اللي بيعملهم مين؟ الايدز. تمام. كابوسي ساركوما ومين؟ والليمفوما. بعد كده بيقول لك ان المرض بتاع الايدز بيمر بايه؟ ب3 مراحل. اول مرحله بتقعد حوالي من 2 إلى 3 شهر على ما يظهر مين؟ اسمها السيرو كونفرجن، على ما يظهر الايدز دوت في الدم. تمام. يبدا يظهر فيه في الدم فاسمها ايه؟ سيرو كونفرجن. المرحله ديت بتبقى اسمها ايه برضو؟ اسمها التاني ويندو بيريود. ويندو ايه؟ ويندو بيريود، بتستمر من حوالي 2 إلى 3 ايه الى 3 شهر. تمام. ليه سيرو كونفرجن؟ على ما يظهر في ايه؟ في الدم. الكرونيك فيز، الكرونيك فيز دي بقى اسمها هاني مون، الراجل ده بيبقى معدي ماشي ولكن مش ظاهر عليه اي اعراض حوالي 10 سنين ويز لارج ايه فاريابيلتي. بعد كده المرحله الثالثه والاخيره اللي بتقعد حوالي من سنه الى 3 سنين، وبعد كده الراجل ده بيموت بسبب السيفير اميون ديفيشنسي وبسبب الايه اللي ممكن يتحول الى كابوسي ساركوما او ليمفوما، والكلام ده كله ممكن يؤدي الى ايه؟ الى الديس بعد من سنه الى 3 سنين في المرحله الايه؟ الثالثه دي. بعد كده هناخد البروجنوزس. قال لك ان الاميون ديفيشنسي طبعا مش بيرجع تاني، فهو الريفرسبل، الراجل ده ما ينفعش يرجع تاني كويس خالص. وزاوت اتش اي في ميديسن، الراجل ده ممكن يقعد حي 3 سنين في المرحله الثالثه، يعني سرفايف لمده 3 سنين، ده لو ما خدش اتش اي في ميديسن. ولكن لو هو عنده بقى مرض تاني مثلا زي التي بي او كان عنده ليمفوما او كابوسي ساركوما، ممكن الاكسبكتنس بتاعت العمر بتاعه ان هو ايه يقل لحد ايه؟ لحد سنه. الاتش اي في ميديسن برضو قلت لك هو مش بيعالج اللي هو يخلي الكيور بتاعه يخف تماما، لا هو بيخلي بس يقدر ايه يعيش او لمده ايه؟ لمده اطول. ستيل هيلب بيبول ات ذيس ستيج ات كان بي ايفن ايه لايف سيفنج، يعني احنا لو اكتشفنا المرض بدري ممكن ايه نطول المده اكتر من كده. الدياجنوزس قلنا احنا ايه كلينيكالي هو نوت دياجنوستيك لانه ممكن يعمل ميس دياجنوزس كايه ك ك ك كانفلونزا لايك بيكيتشر عادي. تمام. فسسبكت كيز بيبقى عندها ايه اتليست لازم ناخد ده ميجور ساين وايه واحده ماينور كرايتيريا، هناخد الميجور كرايتيريا والماينور كرايتيريا. الميجور لازم يبقى عنده 2 منهم، اللي هو الويت لوس فقد اكتر من 10% من وزنه في اخر 6 شهور، الكورونيك دايريا ماشي بقى له شهر عنده دايريا ومش بيخف ريزيستنت. تمام. كورونيك دايريا لمده اكتر من شهر، برولونجد فيفر برضو اكتر من شهر، يعني عماله تروح وتيجي في خلال ايه في خلال شهر، انترميتنت اور كونتينوس. تمام. ده الميجور ساين، لازم يبقى عنده 2 منهم، الويت لوس والكورونيك دايريا وبرولونجد فيفر، 3 حاجات. تمام. تمام. طب ايه بقى هي الماينور كرايتيريا؟ الماينور كرايتيريا ان هو عنده ريزيستنت كف، الكف ده من الماينور، بينما الفيفر والايه والدايريا بيبقوا من ايه من الميجور. تمام. ريزيستنت كف اكتر من ايه اكتر من شهر، عنده مثلا ايه هيربس زوستر اللي هو الحزام الناري،
والبريوريتك ديرماتيتس والكورونيك بروجريسيف اتش اس في والاوروفارينجال كانديدا، دي كلها حاجات بتيجي في الناس اللي هو الاميون ديفيشنسي. ماشي، طب الاوروفارينجال كانديدا دي في الاميون ديفيشنسي، فتحط كديفرنشال دايجنوز بتاعك الايدز، تمام، جنرالايزد ليمفادينوباسي. طيب بيقول لك حاجتين بقى، يقول لك ان هم انف فور دايجنوزس الايدز، هم حاجتين جنرالايزد ساركوما والكريبتوكوكا مننجايتس. طب دول ماينو كارتيريا ولا مش كارتيريا؟ هم ماينو كارتيريا، ولكن هم كافيين ان هم يقول لك ان ده ايه، ده ايدز جنرالايزد ساركوما والكريبتوكوكا الايه مننجايتس. الانفستيجيشن بتاعت الايدز، ايه الحاجات اللي احنا المفروض نعملها عشان نقول ان الراجل دوت مصاب بالايدز؟ يعني اول حاجه بنعملها هو البلاد تيستينج، ولكن البلاد تيستينج احنا قلنا ان هو كان بيمر بفتره السيرو كونفيرجن عشان تظهر عشان يظهر الفيروس في البلاد، فبيحتاج من 1 إلى 3 شهر مثلا على ما يظهر ويبقى البلاد تيستينج بتاعه ايه بوزيتيف. الاليزا هو سيرولوجيكال تيست، بيشوف الانتي بودز بتاعت مين، بتاعت الاتش اي في يعني. فالانتي بودز برضه بتاخد فتره على ما تظهر، فبيقول لك ان هو ممكن يقعد نيجاتيف من فيو ويكس تو فيو مانثس. ويسترن بلوت، الويسترن بلوت ده برضه تيست من التيستات اللي بتتعمل، هو فيري سنسيتيف وبيتعمل بعد الايه، بعد الاليزا بنعمل كونفرميشن لمريض الايه، لمريض الايدز. بعد كده عندنا الفيرال لود تيست، برضو تيست بيشوف كمية الفيروس اللي موجودة في الجسم بتاع الاماونت بتاع الاتش اي في اللي موجودة في البلد. وقال لك ان التيست ده بيستخدم في نشوف ان هو مونيتور تريتمنت بروجريس، نشوف الراجل ده الاعراض مثلا بتاعت الفتره الجايه هتبقى زياده عليه، تبقى قليله عليه، نشوف المونيتور، نعمل مونيتورنج للايه، للكيور بتاعه يعني. بعد كده عندنا السلايفا تيست، ده بناخد عينه من السلايفا ونشوف الانتي بوديز فيها، فالبوزيتيف ريزلت بتتعمل بعدها ايه، بعدها بلاد تيست عشان نشوف الراجل ده مصاب بالايدز ولا لا. الهوم تيستس دي حاجات بتتباع في الصيدليات which is sold في الفارماسيز، وبترجع للابوراتوري عشان برضو الراجل يتاكد اذا كان عنده ايه ايدز ولا لا. البريفنشن، البريفنشن احنا زي ما قلنا برضو في الاول خالص سيكشوال ترانسميتد ديزيز، لما كنا بنعمل لها بريفنشن كنا بنعمل تيستنج كونسلنج على مستوى بعيد ونعمل سكريننج. قال لك ان الابحاث اثبتت ان الميل سيركمسيشن بيقلل السيكشوال ترانسميتد ديزيز وخاصه الايدز. شيء تيستنج فور اتش اي في اند اذر سيكشوال ترانسميتد ديزيز ادفايزد في الناس اللي عندهم اللي هم الريسك فاكتور اللي احنا قلنا عليهم، الهوموسيكشوال والناس اللي بتعمل هيموداياليسيس والناس اللي عندها هيموفيليا. هارم ريدكشن فور انجكتنج، الناس اللي هم دراج يوزرز برضه لازم دول يعملوا فحوصات كتير عشان برضه يتاكدوا ان المرض ما جالهمش شيء، او نمنع نعمل لهم هيلث اديوكيشن ان هو نمنع الكلام ده كله دراج يوزرز، وساعتها يستخدموا الناس اللي عندها ايدز يستخدموا كاندومز. الانتي ريترو فيرال ريتد بريفنشن زي اللي احنا هنقولهم بقى اللي هم النيفرابين وزيدوفيودين، الانتي ريترو فيرال ايه دراجز. قال لك ان تيس كونفيرمد ان هم قالوا الاتش اي في بوزيتيف بيرسون ده لو مشي على الانتي ريترو فيرال ثيرابي، وكمان عمل الحاجات اللي هو يعني المفروض يعملها اللي هو الفيرال لود تيست عشان يتابع يعني، والتزم بالاحتياطات يعني ان هو ما عندوش خطر ان هو ينقل ايه الفيروس، بس يلتزم يعني تو زير انفكتد مين ان انفكتد ايه سيكشوال بارتنر اللي هو ما ينقلش للايه للبارتنر بتاعه. في خلال 72 ساعه من التعرض مثلا عمل سيكشوال كونتاكت مع حد كان عنده ايه ايدز، فبالتالي بقى في حاجه اسمها بوست اكسبوجر بروفلاكسز، نبدا ايه يبدا يعالج نفسه بدري بدري خالص كده كبروفلاكسز، تمام، بالانتي اتش اي في دراج لمده ايه، لمده 28 يوم، تمام. طيب هنعالجه بقى بايه، ده الايه ده في الاول خالص اللي هو كيمو بروفلاكسيس للايه للبارتنر، تمام، لمده 28 يوم بياخد الانتي ريترو فايرال دراج. طيب الترانسميشن لو اتنقل من المذر تو تشيلد بقى نعمل له ايه، هنعالج المذر الاول، هنعالجها بايه، بال ديورنج البريجنسي من اول اسبوع 28 ماشي، لو هي مثلا هي دلوقتي عملت سيكشوال كونتاكت مع حد عنده ايدز ودلوقتي هي ايه، هي بريجننت، تمام، من اول اسبوع 28 نبدا نديها الانتي ريتروفيرال دراج اللي هي زيدوفيودين والنيفيرابين، ومين والنيفيرابين. طيب الانفانت بعد ما يتولد ياخد ايه، ياخد النيفيرابين والزيدوفيودين لمده ايه، لمده شهر. طيب هيولد طبيعي ولا سيسيريان؟ لا هيولد سيسيريان سيكشن، تمام. البريست فيدنج هنتجنبه لانه برضو ان الايدز بيخرج في مين، بيخرج في الميلك، فبالتالي احنا هنفويد مين، هنفويد البريست فيدنج، تمام. بعد كده بيقول لك ان في سبيسيفيك بريفنشن ان هو ايه، بياخد فاكسين، في ترايلز دلوقتي معموله على فاكسين ان هو يمنع مين، يمنع الاطفال ان هم يجي لهم الايدز. بيقول لك ان الفاكسين ده شبه الايه، شبه الموديرنا بتاع مين، بتاع الكوفيد 19 ايه فاكسين.
بيقول لك ان التريتمنت طبعا احنا مش بنعالج عشان يخف، لا احنا بنعالج عشان نقلل الموربيديتي والمورتاليتي ونزود عدد سنين الحياه، انكريز ذا لايف اكسبكتنسي. ماشي. ده اللي هو قلت لك ان هو مش بيخف، هو نهايته ان هو ايه، هيموت. despite the success of antiretroviral therapy for people living with HIV, lifelong treatment is required and there is no cure. لازم برضو ياخدوا ايه، ياخدوا العلاج ده. تمام، ويبقى كده محاضرتنا خلصت ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.